بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. زي ما عودناكم يا جماعه ان احنا بنجيب لكم الطريق من اوله لغايه ما نوصل لغايه الشقه بتاعتنا. ده كده انت بتمشي في الشارع ده كده على طول، ده شارع عرضه حوالي 20 متر، هنا كده اخر الشارع في الشارع ده، الشارع ده برضو عرضه 20 متر. اول يمين في الشارع بيجي لك الشارع ده، الشارع ده عرضه 12 متر. بعد كده بيجي لنا البرج بتاعنا على طول، ده كده البرج اهو. البرج يا جماعه ارتفاعه 12 دور وفي غاز زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدأ بقى نخش الشقة النهاردة إن شاء الله. أول حاجة هنا كده عندنا فيه عداد كهرباء جديد كارت. الشقة يا جماعة كاملة المرافق، عداد كهرباء، غاز طبيعي، وعداد مية. الشقة مساحتها 90 متر، غرفتين وريسبشن ومطبخ أمريكاني وحمام. أول ما بندخل كده بيجي لنا الريسبشن، ده كده شكل الريسبشن أهو، وده كده السقف بتاعه. في الديزاين ده اللي في السقف معمول بالجبس، وعندنا كده في الوش في الشباك الرئيسي ده، ده كده شباك كبير في الوش، طبعا مفيش حد قدامك، هوريه لحضرتك دلوقتي. وفي عندنا هنا في بلكونه، ده ريسبشن اهو، وهنا كده المطبخ الامريكاني، ده كده مطبخ امريكاني، وجوه كده الغرفتين والحمام هنشوفهم دلوقتي، بس الاول نشوف ايه، نشوف المكان هنا الاول. ده كده الشارع اللي احنا جايين منه من تحت، الشارع عرضه 12 متر، وده الشارع الرئيسي اللي احنا جايين منه هناك اهو، ال 20 متر. طبعا العماره اللي قدامي مش طالعه، فبرضه ده مديني خصوصيه كويسه. وده كده الشارع من الناحيه الثانيه، تعالوا برضه نشوفه من البلكونه. ده كده الفيو بقى من البلكونه اهو، دي البلكونه اهي ما شاء الله مساحتها حلوه. مساحتها تقريبا يعني عرضها من هناك كده متر، من هنا كده حوالي متر ونص او متر و30 سنتي، والعرض بتاعها حوالي 4 متر. واخده ناصيه اهي، بتبص على الشارعين، على الشارع ده وده كده الشارع برضو تكمله العرض. وهنا تحت في شارع 6 متر تقريبا، ده كده الفيو قدامنا مفتوح اهو، عشان الشقه في الدور العاشر والعماره كلها 12 دور. ده كده الفيو اهو، مفيش حد قدامي، مفيش حد جارحني. نبدا بقى نرجع تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده برضو يا جماعه جبسن بورد كان لسه بيتعمل بس ما كملش، يعني اللي بره ده كمل بس لسه ما اتدهنش. وهنا في المطبخ ده، ده المطبخ الامريكان اهو، كان هيتعمل برضو فوق هنا جبسن بورد، بس ايه الجماعه وقفوا طالما هيبيعوا فمش هيكملوه، يعني ان شاء الله اللي هياخدها هياخدها على وضعها كده وهو يكمل. ده كده المطبخ اهو، مساحته تقريبا 2 في 3، 2 متر في 3 متر. دي كده ماسوره الغاز اهي، ده الغاز الطبيعي. وهنا كده برضو ده بيبص على نفس البيو بتاع البلكونه، بس هو بيتفتح نص كده على حسب الديزاين بتاع الالوميتال يعني. ده كده الامريكان كيتشن او اللي هو المطبخ الامريكاني. نخش بقى بعد كده على طرقه التوزيع اهي. هنا كده أول حاجة بيجي لنا الحمام، ده الحمام أهو. طبعا الشقة يا جماعة أول سكن ما تسكنتش، ولكن طبعا يعني من العمال اللي كانوا شغالين وكده ما اتنضفتش بعد ما خلصوا يعني، إنما هي أول سكن الشقة ما تسكنتش والله، يعني لسه حتى بيوضبوا فيها، بس طبعا لأحد يعني الظروف خاصة وكده إن هم بيبيعوها يعني. ده كده السخان أهو، واصل له غاز برضه، والشباك بتاع الحمام برضه بيبص على نفس البيو بتاع البلكونه، لان الشقه ناصيه، ناصيه على شارعين، الشارع ال 8 متر، عفوا ال 10 متر ده، والشارع ال 6 متر الثاني اللي هو اللي تحت. وكده كده الدنيا مفتوحه من على اليمين ومن على الشمال. نشوف هنا كده الغرفه دي، دي اول غرفه معانا اهي، مساحتها تقريبا 3 في 4. الجنب اللي هناك ده اللي فيه البلكونه 3، والجنب ده 4. معمول طبعا كرانيش جبس في السقف، هو زي ما قلت لحضراتكم لسه يعني ما كملش تشطيبها قوي، بس هي تعتبر حاجات بسيطه جدا اللي فاضله يعني او اللي باقيه. ده كده شباك اهو برضو نفس البيو بتاع البلكونه، بيو مفتوح،
وهنا كده البلكونة التانية، دي بلكونة تانية في الوجهة التانية. طبعا هم حاطين فيها بس شوية حاجات كده لمكان مكان الناس بيشطبوا كده. فيها سيراميك، في سيراميك اهو من نفس السيراميك بتاع الشقة برضو فايض يعني. ودي البلكونة اهي مساحتها تقريبا 60 سنتي في حوالي 2 سنتي 2 متر ونص. وده برضو الفيو اهو من فوق، مفيش حد قدامك خالص. شقة في الدور العاشر وفي فوقيها دورين كمان يعني ليس الأخير. دي كده الغرفة اهي وتفاصيلها، دي أول غرفة. نرجع بقى تاني كده على الغرفة التانية، دي تاني غرفة اهي مساحتها تقريبا 3 في 3، دي مساحتها 3 في 3 برضو متشطبة اهي مش محتاجة حاجة. برضو كرانيش جبس في السقف واخدة نفس لون الجدران، غامق سن عنه كده ما شاء الله. الهواء جميل جدا، ده تقريبا البحري، الاتجاه البحري يعني كده. الشقة يا جماعة مش ناصية كمان، دي بتبص على 3 وجهات. الشقة عنوانها حدائق حلوان بجوار شركة الكهرباء. الشقة مطلوب فيها 350,000 قابل للتفاوض. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.